اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية العثور على نافذات لأشخاص الذي تتابعهم على تطبيقك الخاص جوميا. سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها نأتي إلى الأسفل نضغط على الحساب ثم نأتي إلى هذه النافذة القصة هنا لهذه النافذة ثم بعدها نأتي إلى تابع البائع نقوم بالضغط عليه في هذه النافذة سوف تجد أشخاص الذي يعني تتابعهم في هذه النافذة الخاصة هنا أو البائعين الذي تتابعهم وفي هذه النافذة لا يوجد لدي أي أشخاص أتابعهم هنا أو بائعين أتابعهم لكن إذا كان لديك سوف تجدهم في هذه النافذة على تطبيقك الخاص جوميا وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى ان تكونوا قد استفدتم منه لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله